عند انسحاب الكتلة الصدرية بأمر سماحة السيد الصدر كانت هناك قناعات بالابتعاد عن الساحة السياسية، ربما هذه القناعات أو ربما أمور معينة لا يعلمها إلا سماحة السيد الصدر، لذلك كي لا تمر البلاد يعني بمنحنى خطير آخر يسارع الكتل السياسية ليس فقط الإطار التنسيقي اللي هو التحالف الشيعي إنما كل المكونات السنة والكرد للملمة الشتات السياسي إذا صح التعبير، لذلك هناك قناعات ليس فقط لدى الإطار التنسيقي إنما من جميع المكونات على ضرورة اكتمال المشهد السياسي و اختيار بدلاء لنواب التيار الصدري المستقيلين. أعتقد يوم غد ستكون جلسة اختيار البدلاء والتصويت على استقالة النواب الكتلة الصدرية ومن ثم البدء بمباحثات تشكيل الحكومة. يعني هناك بلورة لموقف واحد من قبل كل الكتل السياسية، حوارات معمقة لن تقف بين الإطار التنسيقي وكل الأطراف، لا سيما كان هناك اجتماع اليوم بين البارتي وبين وفد من الإطار التنسيقي، أعتقد تم التوصل إلى جملة تفاهمات، لذلك يعني لا يوجد حل غير هذه التفاهمات. وبالنسبة لسماحة السيد الصدر أعتقد أنه سيبارك أي حكومة يعني تخدم الشعب العراقي، يعني يبارك لتشكيل حكومة خدمات وليس حكومة أزمات، وبالتأكيد يعني من يراهن على تأجيج الشارع بالتأكيد سينتفض إذا ما فشلت الحكومة القادمة على خدمة الشعب العراقي. أنا أعتقد أن هناك حراك دولي أيضا على الإسراع لتشكيل حكومة عراقية قادرة فعلا على المضي قدما بالسياسات العامة للدولة.